السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6 أطعمة غنية بالحديد يحتاج لها طفلك. يعتبر الحديد من العناصر الغذائية التي تساعد في نمو طفلك. في هذا المقال سنتعرف على أهم الأطعمة التي يمكن أن يتناولها للحصول على الحديد. الحديد هو من المغذيات الهامة والتي يستخدمها الجسم لإنتاج هرمون الهيموجلوبين، وهو بروتين يحتوي على الحديد في خلايا الدم الحمراء والتي تساعد الدم على حمل الأكسجين وتسليمه إلى جميع خلايا الجسم الأخرى. بدون هرمون الهيموجلوبين سيتوقف الجسم عن إنتاج كريات الدم الحمراء، وبالتالي قد لا تحصل العضلات والأنسجة في خلايا طفلك على الأكسجين الذي يحتاجه. عادة ما يحصل الأطفال الرضع الذين يتغذون على الرضاعة الطبيعية على كمية كافية من الحليب أمهاتهم، لكن عندما يتحول طفلك إلى مرحلة تناول الأطعمة العادية قد لا يكون تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد، وهذا يمكن أن يعرضهم لخطر نقص الحديد، وهو السبب الأكثر شيوعا لفقر الدم. نقص الحديد لدى الأطفال قد يسبب أيضا مشاكل في التعليم والسلوكيات. 2 الابتعاد الاجتماعي، 3 تأخر المهارات الحركية، 4 ضعف في العضلات. الحديد مهم أيضا للجهاز المناعي، ففي حالة عدم الحصول الجسم على ما يكفي من الحديد يعني يمكن أن يعرض طفلك للإصابة بالمزيد من الالتهابات ونزلات البرد والأنفلونزا. وأعراض نقص الحديد لدى الأطفال، الأعراض التي قد تصيب طفلك في حالة إصابته بفقر الدم، علما أن هذه الأعراض قد لا تظهر في البداية، وأهمها إعياء، بشرة شاحبة، التهيج، سرعة أو عدم انتظام في ضربات القلب، قلة الشهية، البطء في زيادة الوزن، الدوخة، الصداع الدوار. كم من الحديد يحتاج طفلك؟ الحديد هو عنصر غذائي من العناصر المهمة لنمو الطفل، وتختلف المتطلبات اليومية الموصى بها بالحديد حسب عمر الطفل، وهي على النحو التالي: الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 1 إلى 3 سنوات 7 ميلي جرام يوميا، أما الذين تتراوح أعمارهم من 4 إلى 8 سنوات 10 ميلي جرام يوميا. الأطفال الذين يولدون ويكونوا ضعاف البنية والخدج عادة ما يكون جسمهم بحاجة إلى المزيد من الحديد أكثر من الأطفال التي أوزانهم طبيعية. يمتص الجسم الحديد بشكل أفضل عندما يتم تناول الحديد مع مصدر من فيتامين سي مثل البرتقال والطماطم والفراولة والبطاطا الحلوة. الأطعمة الغنية بالحديد، عليك بإطعام طفلك الأطعمة التي تكون غنية بالحديد، ومن أهم هذه الأطعمة: 1 اللحوم الخالية من الدهون. اللحوم والدواجن تعتبر مصدر غني بالحديد لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الحديد يدعى الهيم، وهو نوع من الحديد يوجد فقط باللحوم والدواجن والأسماك، أي يأتي من البروتينات الحيوانية في نظامنا الغذائي. تعتبر اللحوم ولحوم البقر والكبد على وجه الخصوص مصادر غنية بالحديد. تحذير عليك بالتأكد من إزالة الجزء الدهني من اللحوم لأن هناك قليل جدا من الحديد في الأجزاء الدهنية. 2 الحبوب المدعمة. الحبوب المدعمة وقليلة السكر مثل دقيق الشوفان هي واحدة من أفضل الطرق لضمان حصول طفلك على ما يكفي من الحديد. عادة ما يكون للحبوب المدعمة بالحديد ودقيق الشوفان 100% من القيمة اليومية للحديد في حصة واحدة فقط. 3 الفاصوليا. في حالة إذا كان طفلك لا يحب تناول اللحوم، فالفاصولياء هي حل وسط مناسب. فول الصويا وفاصوليا والفاصوليا والعدس غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية بما في ذلك الحديد. يمكنك أيضا محاولة تقديم لطفلك بعض الفاصوليا المخبوزة مع قطعة من خبز القمح لتناول طعام الغذاء، فهذه الوجبة تكون غنية بالحديد. السبانخ. الخضار الورقي الخضراء مثل السبانخ والقرنبيط هي أفضل الخيارات النباتية للحديد. حاول تقديم السبانخ المغلي أو المجفف لطفلك نصف كوب لديه حوالي 3 ميلي جرام من الحديد. إضافة الفاصوليا والخضروات الأخرى إلى عجة أو البيض المحفوق لتعزيز محتوى الحديد. البيض مصدر جيد للحديد أيضا. 5 الزبيب والفواكه المجففة الأخرى. الأطفال يحبون وجبة خفيفة مثل الزبيب والخبر السار، هو أن الفاكهة المجففة يمكن أن تعطي طفلك دفعة من الحديد في حين يساعد أيضا على منع الإمساك. ربع كوب من الزبيب يمد طفلك بحوالي 1 ميلي جرام من الحديد.
6. عصير الخوخ هو واحد من أنواع قليلة من عصائر الفاكهة عالية في الحديد، يحتوي على ما يقرب من 3 ميلي جرام من الحديد لكل كوب. تستخدم لعلاج الإمساك ويمكن أن يساعد طفلك في الحصول على ما يكفي من إمدادات الحديد اليومية. نظرا لارتفاع نسبة السكر، يجب أن تقتصر العصائر على ما لا يزيد من 4-6 أقية في اليوم للواحد. في بعض الحالات من الممكن أن يصف الطبيب لطفلك مكملات الحديد لتعويض النقص في مستوياته. تحذير: الإفراط في تناول الحديد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، لذلك لا تعطي طفلك مكملات حديد دون استشارة الطبيب. ملخص: قد يعاني العديد من الأطفال من نقص الحديد بدرجة أو بأخرى خلال مراحل معينة في حياتهم، لذلك عليك الحفاظ على مستوى الحديد من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد والتي تم ذكرها سابقا. شكرا ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.